ما اجينا بال 2003 خيرهم ما كان عنده 300-400 دولار مو اكثر. الان شوارع باكملها، جامعات، مستشفيات، الكثير من العمارات السكنيه اللي بس تروح تسال عنها بغداد، هاي المن يقول لك هاي لفلان ابن فلان كان عربنشي، هاي المن هاي لفلان، هذا المن المول، هذا لفلان، هذا المن هذا الكذا. الفساد هو اللي قاعد يقرا ويعبر عن نفسه، ما يراد له لا دليل ولا شيء، هو ماثل امامنا كل احنا نشاهده يوميا. نشاهد هذه القصور العملاقة، نشاهد هذه العمارات العملاقة، نشاهد هذه الشوارع الكبيرة التي نبه عنها الدكتور حيدر العبادي في يوم من الأيام في رئاسته من عام 2014 إلى عام 2018.